رأيكم نسولف في موضوع وتشاركوني آراءكم؟ هذه مرت فترة من فترات الكثير يشتري قطط ويربيهم، بعد فترة مع الأسف يزهقون وما يعرضونهم لا للبيع ولا للتبني، يروحون يرمونهم في الشوارع. في المقابل هذه القطط ما متعودة إنها تأكل أكل شوارع أو تعتمد على نفسها، فتشوفهم كثير الآن في الفترة، يعني حرام بجد بجد حرام، يعني مهما يكون هذا حيوان لا حول ولا قوة له. أنا يعني هم زهقوا من القصد تربيتهم ومصاريفهم وعنايتهم، الكل يعرف القطط محتاجة عناية، محتاجة أكل معين، محتاجة تطعيمات، محتاجة علاجات. أنا أقول قبل ما تشتري أي نوع من القطط لا تستعجل، حاول بقدر المستطاع تجي الأسواق وتشوف أسعار الأكل حق القطط، أسعار بعض تجهيزات القطط، إن قدرت تشتريها ممتازة، ما قدرت أتكلم بس تشتريها مرة واحدة، لا تشتريها دوم، يعني ما دام هذه القطة موجودة من تجهيزات مثلا في أشياء صحيحة رخيصة، في أشياء لا والله مرتفع سعرها، أو بالأحرى مع الفترة التكرار الشراء راح يرتفع التكلفة، فأنت طول قصر على نفسك. طبعا مثل ما قلنا هو في أنواع الأكل، في وأنتم بكرامة بعض أنواع الرمل الخاص حق تقضي حاجاتها الغطة، وبعض العلاجات والتطعيمات والتنظيفات، ويعني كثير كثير يعني مصاريف كثير. أنا يعني ما أتوقع بعض الغطة تتراوح شهريا تكلفتها من مصاريف 500 ريال أعلى أقل قليل. فالقصد إنك تشوف مستواك، عندك استطاعة أو لا، يكون حرام عليك إنك تربي قطة وبعدين ترميه في الشارع، لا انت بعته ولا انت عرضت للتبني او كذا. شاركوني بالموضوع، فلكم موفقية، اعطوني اراءكم، اعطوني مرئياتكم وتجاربكم، واذا احد عنده تجربة في الموضوع ذا ما يمنع يطرح اراءه. فلكم موفقية، السلام عليكم.